وهنا المتابعه ان احنا بنحاول نقلل من فترات الانتظار. وصلنا طبعا قبل الازمه الاخيره الى 3 أسابيع واربع اسابيع حد اقصى. ونروح دايما واحنا عندنا ضائقه ماليه مع السيد الرئيس، ودوله الرئيس طبعا عارف برضو ان لما بنروح مع السيد الرئيس ببقى انا من الناس اللي بحاول يعني اطلع باكبر مكاسب ممكنه يعني للشغل ولكرم سيادة الرئيس او طمعا في هذا الموضوع. لا هو مش كرم يا خالد، هو مش كرم، ده حق الناس وحق العمل. وانا عارف ان الموازنه بتاعت الحكومه ليها حدود، واللي انا بجيبه من برضه عشان الناس تبقى سامعه وفاهمه، انا بجيب مثلا من وعاء زي وعاء تحيا مصر يا خالد وقناه السويس يا فندم. وانا ما انا هقول يعني هقول برضه ده لما بوضحها للناس، فرصتنا دلوقتي الناس تعرف ليه احنا حريصين على ان احنا يبقى عندنا سندي نقدر يعني نجمع فيها اموال، والاموال دي تستثمر والعوائد بتاعتها يستفاد منها في موضوع زي اللي انت عرضته عليا من كام شهر وقلت لي محتاج مليار، وقلنا من تحيا مصر وقلنا من صندوق هيئة قناة السويس. كتير قالوا ايه الصندوق بتاع هيئة قناة السويس ده؟ ازاي يعني؟ مش كده يا دكتور؟ يا جماعة انا يعني هي افكار، لو قلت لو انا اديت الفلوس كلها للدكتور معيد ولا ادي كده 10 مرات. مش كده يا دكتور؟ والله صحيح اللي حدهوله خلاص. طب ما لو كان بيدي كان اداك، او هو بيديك اللي ليك يعني. فالفكره كلها ان احنا يا خالد، وبقولها للناس في مصر حتى للناس اللي هي بتسمعني دلوقتي، انا عمري ما اتكلمت على الصندوق ده وقلت للناس اذا كنتوا عايزين يعني تقدموا حاجه لبلدكم الصندوق ده بيقوم بدور كبير قوي، بس احنا ما بنتكلمش عنه كتير.